أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في هذا النقل الحي والمباشر في حفل تخريج الدفعة 19 لطلبة جامعة ظفار من هنا من هذا الصرح التعليمي الكبير في محافظة ظفار والذي تشع منه منابر العلم والمعرفة مع المجتمع ليشارك في بناء ورفعة أبناء عمان علما ومعرفة وعلوما وتقنية ويساهم كذلك في البحث العلمي والابتكار ويهتم بكل المجالات التي من شأنها أن ترتقي بطلبة وطالبات سلطنة عمان ليكونوا دائما مشاعل علم ونور ويذهبوا بهذا التعليم لبناء أوطانهم وأن يكونوا دائما معاول بناء في عمان وفي كل شبر من تنمية عمان وبنائها بالتعليم والمعرفة والتسلح بالخبرة وكذلك بالتدريب. اليوم وتحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار سيكون حفل تخريج طلبة جامعة ظفار في الدفعة 19. هذه الفرحة وهذه المشاعر التي تشاهدونها على محيا الطلبة هي انعكاس لهذا التعليم ولهذه المعرفة وهذا التتويج بعد سنوات الدراسة والذي سيكون اليوم بتسلمهم شهادات التخرج ليبحثوا بعد ذلك عن العمل ليكونوا مساهمين في بناء ورفعة سلطنة عمان بإذن الله. معكم سنكون على الهواء مباشرة في نقل فعاليات هذا الاحتفال والتي ستكون بالتأكيد في أساسها بتتويج هؤلاء الطلبة في فرحتهم وفرحة أيضا أولياء الأمور بعد سنوات الدراسة والعمل والجد والاجتهاد. كونوا معنا، سنعود بعد هذه اللقطات مع فرحة الخريجين في نقلنا المباشر لحفل تخريج دفعة طلبة جامعة ظفار 19. نعود معكم مشاهدينا في هذا النقل المباشر لحفل تخريج طلبة جامعة ظفار الدفعة 19. اليوم بتأكيد الطلبة في فرحتهم يستذكرون كل هذه الأعوام التي قضوها هنا في الجامعة. فرحة الأهل توازيها أيضا فرحة الأكاديميين وأيضا الدكاترة الموجودين في الجامعة. تتويج لعملهم وما قدموه لكل طلبة الجامعة وأيضا إعطائهم الفرصة المستقبلية ليكونوا حاضرين مع الجامعة دائما وحتى بعد التخرج والجامعة كما تسعى. ومن خلال ضيفنا سنتعرف أيضا على ما تسعى إليه الجامعة من تقدم ورقي
والصعود على سلم الترتيب في الجامعات العالمية. نرحب بضيفنا الدكتور خالد بن مسلم المشيخي، عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار. دكتور خالد، مساء الخير وحياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور، وأهلا وسهلا بكم في رحاب جامعتكم جامعة ظفار. دكتور، نقول أن اليوم يعني الفرحة، فرحة الأكاديميين هي كما فرحة الأهل بتخريج الطلبة وهم أبنائكم أيضا. حقيقة الليلة لا نستطيع أن نفصل الفرحة لنصنفها لجهة دون أخرى. هذه فرحة مجتمع، هذه فرحة بلد، هذه فرحة أسر، ونحن من هذا المجتمع. نحن سواء كنا أكاديميين، إداريين أو طلبة، نحن كلنا أبناء مجتمع واحد، وهذه الفرحة تعم اليوم المجتمع بكافة شرائحه بكل أطيافه. فأهلا وسهلا بالجميع، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعم وتدوم علينا الأفراح. آمين. وأن يحقق غايات وأماني وتطلعات إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا في جامعة ظفار وفي كل الجامعات الشقيقة. دكتور خالد، يعني نتابع دائما حرص الجامعة على أن تكون حاضرة في المحافل الدولية وتسجيل الاعتمادات والأرقام، التي بالتأكيد هي أيضا مصدر فخر لكل طالب ينتمي إلى هذه الجامعة. هناك مراحل كثيرة وبالتأكيد القادم أكثر في الجامعة. هذه التصنيفات التي ظهرت مؤخراً والاعتمادات الأكاديمية المؤسسية أو البرامجية على مستوى الكليات أو على مستوى الجامعة لم تأتي صدفة، أتت نتاج تخطيط استراتيجي واضح من قيادات الجامعة بكل المستويات، القيادات العليا للجامعة والقيادات التنفيذية، وكذلك كل أصحاب العلاقة من أعضاء هيئة التدريس، من إداريين وطلبة. والعنصر المهم جداً الآخر هو عنصر المجتمع. هذا التمازج وهذا العمل المشترك الذي نتج عنه هذه النتائج، التي أرجع وأقول لم تأتي صدفة، وإنما أتت عن تخطيط وصبر وتنفيذ ومراجعة وعمل دؤوب وعمل دوري. نعم. دكتور، أيضا الجامعة كما تسعى دائما لأن تكون حاضرة مع المجتمع، برامج مجتمعية كثيرة قريبة من الجميع، اهتمام أيضا بالبحث العلمي، اهتمام بمنتجات الوطن، هناك مراكز بحثية أيضا الجامعة قائمة فيها وأيضا في خططها المستقبلية. خطة الجامعة الحالية هي خطة عشرية لعشر سنوات، ولكن أيضا هي مجزأة على مرحلتين، الخطة الخمسية الأولى والخطة الخمسية الثانية 2021-2031. هذه الخطة ترتكز على ثلاثة محاور أو تتمحور حول ثلاث عناصر رئيسية. العنصر الأول هو عنصر التعليم والتعلم، العنصر الثاني هو عنصر البحث العلمي والابتكار، والعنصر الثالث هو عنصر خدمة المجتمع. كل محور من هذه المحاور الثلاثة في رؤية ورسالة الجامعة يجد الاهتمام الكافي من كل صانع القرار والمنفذين، ونحن دائما في تفاعل مستمر مع ما يتم تنفيذه ومراجعة دورية لما يتم تنفيذه. وبإذن الواحد الأحد بتوفيق الله أولا وأخيرا، ومن ثم بإصرار وعزيمة فرق العمل التي تضمها هذه الجامعة، غايات الجامعة التسعة في خطتها الاستراتيجية بإذن الله ستتحقق. البحث العلمي هو واحد من الغايات الرئيسية، التعليم والتعلم أحد الغايات الرئيسية، وأيضا خدمة المجتمع. نعم. دكتور خالد، نقول أيضا حرص الجامعة على تنفيذ التوجيهات السامية في إدخال الذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالتأكيد هذا حاضر ونلمسه أيضا من خلال تخصصات الجامعة. جامعة ظفار لا تعمل بمعزل عن ما يتم في وطننا العزيز. بالتأكيد التوجيهات السامية والرؤى السديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أعانه الله ووفقه، والقيادة الرشيدة، مرتكزات الرؤية واضحة، الأولويات الوطنية واضحة، وكل هذه المرتكزات وكل هذه الرؤى سواء في التكنولوجيا أو في محور الإنسان والمجتمع أو محور الحوكمة أو أي محور من محاور الرؤية الأخرى أو أي أولوية وطنية أخرى، بالتأكيد تم تضمينها في برامج الجامعة سواء كانت في البحث العلمي أو التعليم والتعلم أو في خدمة المجتمع.
هناك أيضا مراجعة دورية للبرامج الأكاديمية واستحداث برامج جديدة بالتنسيق مع كل أصحاب العلاقة من الوزارات المعنية. والجامعة تعمل حقيقة بشراكة رائعة جدا، وهذه أيضا فرصة أن نقدم خالص الشكر والتقدير لكل من يتعاون معنا في إبراز دور هذه المؤسسة الرائدة في 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 سواء البرامج الأكاديمية أو البحث العلمي أو أنشطة خدمة المجتمع. كل الشكر لك دكتور خالد بن مسلم المشيخي عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار. نبارك لك مرة أخرى تخرج الدفعة 19، ومع المشاهدين سنعود أيضا لمواصلة هذه التغطية المباشرة قبل بدء حفل تسليم شهادات طلبة الخريجين الجامعة. وكما ذكر ضيفنا تسعى دائما أن تكون مع المجتمع ومع الطلبة لتقديم العلم والمعرفة، ليكون هؤلاء الطلاب بإذن الله معاول بناء في سلطنة عمان من أقصاها إلى أقصاها. معكم نشاهد هذه اللقطات لخريجينا ونعود لنواصل. معكم مشاهدينا نعود لنواصل هذا البث المباشر لحفل تخريج طلبة جامعة ظفار في الدفعة 19. اليوم يشعر الطالب في بعد هذا التتويج بربما هذه الاستراحة التي سيحصل من خلالها على الشهادة، وبعد ذلك مواصلة مشوار الدراسة ومواصلة كذلك مشوار العمل والمساهمة بالتأكيد في البناء والمعرفة. رحب بضيفنا الخريج المهندس حاتم بن سالم طهموم البدر، تخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية. مهندس حاتم ألف مبروك تخرج ومساك الخير. مساء النور، يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يبارك فيك ونبارك للطلبة والطالبات للتخرج الدفعة 19، والحمد لله على كل حال. هلا فرحتنا وفرحة أهلنا، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. سنوات الدراسة وتخصص أيضا العلوم في الهندسة المعمارية، هذا التخصص بتأكيد يعني شغف
ومحبة أدخلتك إلى هذا التخصص؟ الصراحة هذا تخصص أنا اخترته ككوني أنه مربوط بجهة عملي يساعد على تطور المحافظة بحيث المباني المرافقة المطلوبة في الخدمات المجتمع. هذا الشيء بالتأكيد الهندسة المعمارية وأيضا توجيهات الحكومة في وزارة الإسكان، ممثلة بوزارة الإسكان في أنسنة المدن وإنشاء أيضا مدن مجهزة للمواطنين، أنتم ستكونون شركاء أيضا في هذه المساهمة. الجامعة وأبرز المحطات التي مرت خلال سنوات الدراسة، هي أبرز المحطات اللي مريت عليها في خلال المرحلة الأولى، تعتبر أنه أخذت منحة من حكومة جزاه الله من الخير، اللي هو أشكر بلدية ظفار اللي ما أعطتني المنحة شاملة في تواصل في دراسي في التخصص الهندسة المعماري. والمرحلة الثانية اللي هي أنا واجهت فيها صعوبة جدا صراحة في هذا التخصص الهندسة المعماري، صعوبة وسهر الليالي كذلك، ويعني من ناحية الرسم الدروينج وكذلك الآخر. وفي الأخير اللي هي تعتبر مرحلة الثالثة هي مشروع التخرج اللي عملته وبذرت جهدي فيه حتى صرت ناجح فيه، والحمد لله صرت مهندس الآن في هذا المجال التخصص. نبارك لك التخرج ولكل الخريجين، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. وبإذن الله محطات قادمة بالتأكيد في العمل وفي الدراسة إن شاء الله. بالتأكيد شكرا جزيلا لك. شكرا. مهندس شكرا. حاتم شكرا. بن سالم طهموم البدر، خريج تخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية. معكم مشاهدينا نرصد هذه الفرحة في هذا التتويج في يوم تخريج طلبة جامعة ظفار، ابقوا معنا. في قنا الغربات قبلة عطش يأكل عمري، فاقتلي في العمر قبلة وتجلت لي عمان. في قنا الغربات قبلة عطش يأكل عمري، فاقتلي في العمر قبلة. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبض من حقول الشوق فالسقاط نخلة. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبض من حقول الشوق فالسقاط نخلة. وتجلت لي عمان في قنا الغربات قبلة، عطش يأكل عمري، فاقتلي في العمر قبلة. وتجلت لي عمان في قنا الغربات قبلة، عطش يأكل عمري، فاقتلي في العمر قبلة. أنا بكم مجددا مشاهدينا معكم نتواصل لرصد هذه الفرحة، فرحة خريجي طلبة جامعة ظفار. خطط مستقبلية وتوسع بتأكيد مطلوب لاستيعاب عدد أكبر من الطلبة، والتوسع كذلك في التخصصات الدقيقة ربما التي يحتاجها سوق العمل. نرحب بضيفنا الدكتور عصام بن محفوظ البهدور، عميد كلية الهندسة. دكتور أهلا بك ونبارك لكم اليوم تخرج أبنائكم، ويوم فرح ويوم أيضا فيه تصنعون وتجدون أيضا كتابة الخطط المستقبلية للجامعة وللكلية أيضا. أهلا وسهلا أخ عزيز عوض في رحاب جامعة ظفار. حقيقة اليوم يوم فرح وسرور في تخريج فوج آخر من جامعة ظفار. الكل لله الحمد في هذه الليلة سعيد جدا بوجود الأهل والأخوة لتشاركهم هذه الفرحة يعني في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى بإذن الله. الخطط الاستراتيجية التي تعملون عليها من أجل إيداد بنية تحتية
لكل الطلبة وللمجتمع أيضا ليكونوا على معرفة واطلاع دائم؟ في الحقيقة دأبت جامعة الظفار منذ نشأتها على تأسيس بيئة تعليمية حافزة من ضمن خططها الاستراتيجية التي وضعتها، وخاصة الخطة الأخيرة من 2021 إلى 2030. تركزت الخطة على توسعة الجامعة، تكون توسعة نوعية في برامجها وفي خططها الدراسية، وكذلك بما يلبي يعني تطلعات سوق العمل في السلطنة. بالنسبة لكلية الهندسة بالجامعة، في المرحلة الأخيرة قبل فترة قصيرة فقط أنجزت الكلية مراجعة شاملة لجميع خططها الدراسية، وذلك بالشراكة طبعا مع سوق العمل المحلي بالسلطنة هنا. ولله الحمد يعني الناتج من هذه المراجعة الشاملة كانت يعني خطط دراسية متمكنة تمكن الطلبة بإذن الله تعالى على اكتساب مهارات يحتاجها سوق العمل. كلية الهندسة يعني تتكون من عدة أقسام، منها تقريبا 5 أقسام رئيسية تقدم 7 برامج في البكالوريوس وخمس برامج في الدبلوم التخصصي. فالكلية ماضية على خطى ثابتة بإذن الله تعالى لتوسعة يعني قادمة إن شاء الله تعالى مستقبلا بإذن الله. بالتأكيد مرافق الجامعة أيضا لخدمة طالب. نشاهد دائما هكذا تواصل البنيان في إيجاد ربما أماكن للتدريب، أماكن لممارسة نقول إجراء بعض التجارب طبعاً. وهذا كله من أجل الطالب. نعم، إذا كان نتحدث بلغة الأرقام، فلغة الأرقام تحدثنا بأن كلية الهندسة تحتوي على ما يربو من 20 مختبر تخصصي قابل للزيادة بإذن الله تعالى قريبا بإذن الله تعالى. كذلك معنا شراكات محلية مع الشركاء الاستراتيجيين للجامعة في تكوين إن شاء الله تعالى مختبرات نوعية بإذن الله تعالى في تخصصات راح تكون بإذن الله دقيقة، منها مثل ما نقول الذكاء الاصطناعي بإذن الله تعالى، وكذلك الطابعات الثلاثية الأبعاد. فهي كل الممكنات يعني حقيقة قدمتها الجامعة لطلبتها لخلق بيئة تعليمية حافزة مثل ما ذكرت، وذلك يعني من اهتمام من مجلس الأمناء الموقر وكذلك مجلسي الجامعة ومجلس الإدارة في الجامعة. نبارك لك مرة أخرى دكتور عصام بن محفوظ البهدور عميد كلية الهندسة، تخرج طلبتكم اليوم طلبة الجامعة، وكما ذكرت في حديثك أن الجامعة ماضية في أن تكون حاضرة بمختبراتها النوعية وفي التخصصات الدقيقة أيضا، وفي توطين أيضا هذه الأعمال التي ربما في قادم الوقت ستكون كما هو ونراه في العالم من استخدام للذكاء الاصطناعي واستخدام أيضا طابعات ثلاثية الأبعاد. بالتأكيد الطلبة هنا أيضا حريصين أن يواكبوا هذا التقدم التقني في التعليم. شكرا لك دكتور. شكرا لكم جميعا، يعطيك العافية. يعطيكم العافية. شكرا. معكم مشاهدينا نتواصل في نقلنا الحي والمباشر لحفل تخرج طلبة جامعة الظفار في الدفعة 19. كونوا معنا. من أبعايس كبالهامي واملي جرة أحلامي مع هذا أبنظامي بشبع منها من أبعايس كبالهامي واملي جرة أحلامي مع هذا أبنظامي بشبع بكم مجددا مشاهدينا ومتابعينا في هذا اليوم البهيج وهذا التتويج لطلبة جامعة ظفار
معكم نرحب بضيفتنا الخريجة نادية بنت علي العامرية، الأولى على الجامعة تخصص بكالوريوس أداب لغة إنجليزية. نادية مساء الخير، نبارك لك تخرج ونبارك لك أيضا هذا التميز والحصول الأولى على الدفعة. مساك الله بالخير والحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله على السعي المختوم ببلغ الغايات، لكل مجتهد نصيب. بالفعل لكل مجتهد نصيب، وهذا الاجتهاد خلال هذه السنوات من الدراسة بتأكيد الحرص أيضا على المثابرة هذا نتيجته الحصول على هذا المركز. ماذا كانت في هذه المراحل الدراسية التي مرت؟ كيف كانت المراحل الدراسية التي مرت خلال هذه السنوات؟ والله كانت مزيج من المتعة ومن التعب، بس الحمد لله عادت على خير الأربع سنوات، سنوات البكالوريوس. بتأكيد هذه المحطة لن تكون إلا محطة استراحة. دائما الطالب الذي يحصل على تميز ويحصل على درجات عالية، يعني مواصلة الدراسة ربما من العام القادم، ما هي الخطة لدى نادية أيضا؟ أكيد أكيد المواصلة شيء أكيد في الخطة بإذن الله، في إكمال دراسات العليا إن شاء الله لكي يصبح معيدة في هذا الجامعة العريقة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. تخصص بكالوريوس أداب اللغة الإنجليزية، أيضا الدخول إلى هذا التخصص بتأكيد نادية هناك خطة، هناك شغف، هناك يعني شيء دفعك إلى أن تدخلي إلى هذا التخصص؟ الدافع الأكبر كان الشغف صراحة، والحمد لله مشيت وراء الشغف والحمد لله كان النتيجة ممتازة الحمد لله. وإن شاء الله أكيد في لغات قادمة، يعني إن شاء الله من ضمنها الفرنسية. كل التوفيق لك، نبارك لك مرة أخرى لك. ولكل الخريجين في هذا اليوم، هذا التخرج، وكما ذكرت ضيفتنا الخريجة بتأكيد أن الجد والاجتهاد والمثابرة دائما هو السلاح الأقوى ليصل الطالب دائما إلى أخذ هذه الدرجات العلا في التعليم والمعرفة، ودائما يكون الوقت مستمر للتعليم والمثابرة. معكم مشاهدينا في تغطيتنا المباشرة لحفل تخريج الدفعة 19 لطلبة جامعة ظفار تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار. اليوم والتاريخ سيفك أخي حاضر وماضيك، البيت بتنا والتسلطين، دار الكرم والتسلطين، عمان البطولات والتاريخ، مستقبل وحاضر وماضي. خارطة قلبه يعتز يفتخر انك انت مسقطة، ايه انا من هالوطن دمي لترابة ثمن، وافية بلادي كما وياك انت وافية، قد طيبة حلوة عز وغيبة خنجرة، والاصالة بجوهرة تنعكس في مظهرة، شعب يحب كل شعب قلبه ابيض من ذهب، تبتسم مهما جرى والهمة تفداها العلم، تسمو بالوان القمم، جوهرة بين الهمم، أنت من أعمان غير لن نبلادي غير، عشق الأول والأخير دامي أعماني بخير. يا عمان تفداها العلم، تسمو بالوان القمم، جوهرة بين الهمم، أنت من أعمان غير لن
الثرى يا جبن طارق نوقف ونحمي وطننا دمع الزعمان والسلطان هيثم به يجود يا وطننا والله إنا والله إنا والله إنا عن حدودك نوقف بميقاف نيدك الحشود حين عرب من عهد وعرفت إننا نحفظ الدار ونحفظ العهود المراكب يعرفنا والأصايل يعرفنا في البحر والبر كم سدنا ووسعنا الحدود ما حنا اللي ننتبه التاريخ في كنا وكنا حلنا مضنت ليد وحاضر يرقى سنود عن عمان نشوم اسهم المنايا لو دعنا ما لا غير الله ركوع وما لا غير الله سجود كم غازي من دفن فيها وكم غالي دفننا بين ضيق بالحود وبين وسع بالحود لنجل عهد السعيد بحيث من اللي معه صنا عهدنا وعهود الهل سعيد خلف رايات ابن طارق نوقف ونحمي وطننا دمع الزعمان والسلطان هيثم به يجود I'm
الرحمن الرحيم. نحمد الله عز وجل رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين. أما بعد، صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر محافظ ظفار راعي الحفل، أصحاب المعالي أعضاء مجلس الأمناء، المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس الجامعة، الشيوخ والأعيان أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، أيها الخريجون والخريجات، مشاهدي تلفزيون سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتفل اليوم جامعتنا الحبيبة جامعة ظفار بتخريج الدفعة 19 من حملة شهادات المرحلة الجامعية الأولى، والدفعة 13 من حملة شهادات الدراسات العليا من كليتي الآداب والعلوم التطبيقية والهندسة. فبعد أن بذلوا الكثير وجاوزوا العسير واكتمل المسير، تزفهم الجامعة اليوم نخبة من رواد العلم يشار إليهم بالبنان، وهم في جاهزيتهم العلمية والمهارية الكاملة ليسهموا مع من سبقهم حباً وامتناناً ووفاءً في تحقيق رؤية هذا الوطن وإسعاد إنسانه ودعم مسيرته الدائمة وحضوره العالمي. خير بداية لهذا الحفل آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب محمد بن سلطان الجرداني. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، ونحن نحتفي بهذه الدفعة الرائعة من الخريجين والخريجات، ومن هذا الصرح الشامخ بمكتسباته العظيم بإنجازاته، يسعدنا مشاركة رئيس الجامعة هذه الفرحة الغامرة وتوجيه كلمة تخلد هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، والتي تتضمن أجمل الصور وأبهاها، ونستمد من كلماته الهمة العالية والأمانية الكبيرة التي تضيء لنا دروب المستقبل. يسرنا أن نستمع الآن
إلى كلمة الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس الجامعة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظات مشرقة تتجلى فيها أسمى آيات الحمد، فالحمد لله تعانق سماءات الخريجين الطامحين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر، محافظ ظفار راعي الحفل، أصحاب المعالي المكرمون، أصحاب السعادة، أعضاء مجلس الأمناء، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية والفنية، أبناءنا الخريجين والخريجات، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظات بالسعادة حبلى، ومعان بالمحامد جزلا، وأفواج بالتهنئة تترى، في أمسية نقف وسط ثناياها احتفاء بتخريج جامعة ظفار للدفعة 19 من الخريجين والخريجات للعام الأكاديمي 2022-2023، فترحيبا بكم ضيوفنا الكرام المشاركين إيانا حفاوة الفخر والتقدير في مسيرة كل خريج وخريجة، لحظة تكريم الجد والاجتهاد وتقدير العطاء والمثابرة. أيها الحفل الكريم، إن جامعة ظفار وهي تزدان جنباتها بهاء بحضوركم الجميل لتؤكد أنها ماضية برسوخ وثبات نحو تحقيق منجزاتها وتطلعاتها في فضاءات التعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، مرتكزة على سواعد أبنائها وبناتها في مختلف الأصعدة، لتساهم بشكل فاعل وملموس في تحقيق رؤية عمان 2040. وقد أظهرت نتائج تصنيف QS العالمي للجامعات العربية للعام 2024 صعود جامعة ظفار 30 درجة في تصنيف QS، لتصبح في الفئة 81-90 ضمن أعلى 100 جامعة عربية. كما ارتقت الجامعة 20 درجة في تصنيف Times Higher Education، صاعدة بذلك إلى المرتبة 101-120. وفي مجال البحث العلمي حصلت الجامعة على تمويل ل19 مشروعاً بحثياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقيمة إجمالية قدرها 140,000 ريال عماني. أما في مجال الاعتماد الأكاديمي فقد حصلت كلية الآداب والعلوم التطبيقية على اعتماد مؤسسي للكلية واعتماد برنامجي لبرنامج اللغة الإنجليزية من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي الألمانية أكاس. وتقوم كليات الجامعة الأخرى بالتحضير للحصول على اعتمادات أكاديمية دولية في مجالات تخصصها. وتركز الجامعة طوال مسيرتها على إيلاء البحث العلمي والابتكار اهتماماً كبيراً، كونه أحد الركائز الأساسية للتميز الأكاديمي، وذلك من خلال توفير بيئة بحثية محفزة لإجراء البحوث العلمية وتقديم المنح البحثية للباحثين ودعم الأكاديميين والباحثين لحضور المؤتمرات العلمية وتقديم الحوافز للنشر العلمي في الدوريات العلمية العالمية المرموقة. كما تستمر الجامعة في سعيها الدؤوب لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع وتزويده بالمعلومات والمهارات والخبرات المختلفة اللازمة من خلال إقامة ندوات ومحاضرات توعوية في مواضيع تهم المجتمع وورش عمل تدريبية تخصصية ومشاركة المجتمعين المحلي والدولي في العديد من الاحتفاليات والمناسبات السنوية.
وعلى صعيد المخرجات التعليمية تبتهج الجامعة هذه الأيام بتخريج كوكبة تضم 1316 خريجا وخريجة في مختلف التخصصات الأكاديمية للعام 2022-2023، منهم 405 من خريجي الدراسات العليا و911 من خريجي الدراسات الجامعية الأولى، ليكونوا إحدى ركائز المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم في مختلف القطاعات. وتمثل الدفعة الأولى التي نحتفي بها هذه الليلة مخرجات كليتي الآداب والعلوم التطبيقية والهندسة بعدد إجمالي يبلغ 669 خريجاً وخريجة، حيث تمثل مخرجات كلية الآداب والعلوم التطبيقية 553 خريجاً وخريجة، فيما تمثل مخرجات كلية الهندسة 116 خريجاً وخريجة. أبناءنا الخريجين والخريجات، إن ثروات الأمم تقاس بأفرادها وشبابها الذين هم عماد مستقبلها، واليوم نحن هنا لنحتفل بتخريج فوج من الشباب المتعلم المتقد بالمعرفة والمهارة ليحملوا راية القيادة نحو المستقبل المشرق للوطن. نقف اليوم معكم لنتوج عملكم الشاق والتعلم المستمر، ونسدل الستارة على فصل مهم من فصول حياتكم الجامعية ليبدأ فصل جديد مليء بالتحديات من أجل تحقيق الإنجازات لمجتمعاتكم. فأنتم شمس الوطن، فأنتم شمس الوطن التي ستنير سناه باستمرار شغفكم بالعلم والمعرفة لتعلو راياته خفاقة في سماء المجد. نزف إليكم أكاليل التهاني ولذويكم الذين لم يدخروا جهداً في أن تصلوا إلى ما وصلتم إليه، مجتازين بجدارة المرحلة الجامعية، مؤهلين للدخول إلى سوق العمل بهمم عالية. أيها الحفل الكريم، فرحنا جليل بجودكم الواسع ضيوفنا الأكارم، وسعادتنا غامرة، ونحن نتوجه بالشكر الجزيل لكم صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر لرعايتكم هذا الحفل ومشاركتكم أبناءكم الخريجين والخريجات لحظات التتويج بشهادات التخرج، وذلك ضمن إطار ما تولونه من أهمية بالتعليم العالي والبحث العلمي في المحافظة. والشكر موصول لكم جميعا ضيوفنا الأكارم المشاركين في هذه المحفل البهيج، كما أتوجه بالشكر العميم إلى مجلس أمناء جامعة ظفار الموقر على توجيهه وإشرافه من أجل أن تحقق الجامعة رؤيتها ورسالتها، وكذلك مجلس الإدارة على دعمه المستمر، واللجان المنظمة، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل. وندعو الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه وتقدمه وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الموقر، أصحاب المعالي والسعادة، مشاهدي تلفزيون سلطنة عمان، إن حفلات التخرج تحمل في صفحاتها قصص ذكريات عظيمة تخلد الذكرى لأعوام عديدة، وتنقل معها للأجيال القادمة رسائل وحكم فريدة. ونجوم قصص هذه الذكريات هم الخريجون والخريجات، لذلك حان الوقت الآن بأن تضع هذه الكوكبة المميزة من خريجي جامعة ظفار وخريجاتها بصمتها وكلمتها في كتاب الذكريات المبهجة
فمع كلمة الخريجين والخريجات تلقيها لكم الخريجة نادية بنت علي بن سعيد العامرية، تخصص بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر محافظ ظفار، راعي الحفل، أصحاب المعالي أعضاء مجلس الأمناء، المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة، الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار، الشيوخ والأعيان، أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، أيها الخريجون والخريجات، حضورنا الكرام، مشاهدي تلفزيون سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الخريجين والخريجات، يشرفني أن أستهل كلمتي بالترحيب بكم، وأود أن أتقدم بموفور الشكر إلى كل من ترك بصمة في صفحات نجاحنا. وباسمي وباسم زملائي الخريجين والخريجات نهدي هذا الإنجاز لمجدد النهضة مولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. أيها الحفل الكريم، اليوم جامعة ظفار تزف لأركان الوطن أعمدة يتكئ عليها حاضره ويبني بها مستقبله. نعم، اليوم نودع ما مضى لنبدأ صفحة جديدة نسطرها بخيوط من نور وآمال وطموحات. أيها الحضور الكرام، إنه لمن المشرف أن أقف أمامكم اليوم ممثلة زملائي الخريجين والخريجات ليعبر عن مشاعر هذه الليلة المباركة. فالتخرج يعد حلماً يتمناه كل طالب وطالبة، وهو ذاك الذي يعد أسمى هدية قد يحصل المرء عليها بعد كفاح وتعب وجهد كبير. فما أبهى أن تتكلل أيامنا المتعبة بنجاح يرفع رؤوسنا عالياً، وما أجمل أن يصبح تعبنا مجرد ذكريات صنعت منا أناساً ناجحين. فالنجاح هو درب صعب وشائك لا يسلكه إلا من كان أهلا لذلك، ولهذا اجتمعنا وإياكم اليوم لنبارك جهود أولئك الطلاب والطالبات الذين أسعدوا قلوبنا وأحيوها بالأمل من جديد. زملائي الخريجين والخريجات، نحن نحتفل بهذه اللحظة معكم، لحظة يحضر فيها من نحب، يبتسم فيها القريب والصديق، يحضر معنا ويشاهدنا كل من ساهم بوقته وجهده حتى يرانا مرتدين هذا الثوب وهذه القبعة، اللذين يعلنان وصولنا أخيراً إلى هذه اللحظة الفارقة بين حياتين، حياة الدراسة وحياة العمل وتحمل الأمانة. إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر عبد وهو لا يشكر الناس، فشكراً لكل من وثق بنا في أوقات لم نثق فيها حتى بأنفسنا، شكراً على تشجيعكم الدائم، وشكراً خاص إلى كل من ساندونا، إلى آبائنا وأمهاتنا، تحية عظيمة بملء الكون. إلى آبائنا وأمهاتنا تحية عظيمة بملء الكون، بملء قلوبنا من حب. فلا يسعني إلا أن أقول لكم شكراً، ولا زالت كلمات الشكر لا تفيكم حقكم، فجزيتم بها خير عنا. أساتذتنا الفضلاء، أديتم الأمانة وما أعظمها من أمانة، استقبلتمونا صغاراً عند باب العلم، وها نحن نخرج منه كباراً واقفين واثقين، لم تمنحونا علماً فقط، بل قدمتم لنا الثقافة والأخلاق. أنتم المعرفة، أنتم الجامعة، أعطيتمونا منهجاً في حياتنا يقودنا عندما ننعطف. تعبتم ووقفتم عوناً في سبيل تعلمنا، سنبقى شاكرين لكم ما دمنا أحياءً.
وفضلكم سيبقى دائما جزءا كبيرا من نجاحنا وإنجازاتنا، فهنيئا لكم على استثماركم في العلم الجاري، في الحسنات منكم وإليكم. زملائي الخريجين والخريجات، بالأمس غرسنا واليوم حصدنا، كونوا كما أردتم لأنفسكم أولا، ثم كونوا كما يرجو أساتذتكم منكم. مبارك لكم هذا التخرج، فلتنطلقوا في رحاب الحياة، حياة النجاح والتوفيق. وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم البلاد والعباد. أستودع الله أحلامكم وطموحاتكم وأحبابكم، وأسأل الله أن يبارك لكم في أعماركم. دمتم بسعادة وحب ونجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الخريجون والخريجات، إن سلم النجاح به درجات مختلفة، فهنالك درجة استثنائية مميزة، وهي في قمة هذا السلم، ولا يستطيع الوصول إليها إلا قلة من الطلبة الذين نالوا على شرف اعتلاء القمة بإرادتهم وعزيمتهم ومثابرتهم وتضحياتهم اللامتناهية. فحق لهؤلاء أن نحتفي بهم ونكرمهم تكريماً يليق بما حققوه من درجات امتياز وتميز. لذلك يسرنا الآن دعوة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر محافظ ظفار راعي الحفل، والأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس الجامعة، لتكريم الأوائل وتسريم الشهادات للخريجين والخريجات. فليتقدم الطلبة الأوائل للتكريم، وموكب الخريجين والخريجات لاستلام شهادات التخرج. أولاً، المرحلة الجامعية الأولى، الحاصل على المستوى الأول في الجامعة والأول على كلية الآداب والعلوم التطبيقية، نادية بنت علي بن سعيد العامرية، بكالوريوس آداب في اللغة الإنجليزية. الحاصل على المستوى الأول في كلية الهندسة، علي بن بخيت بن علي قيطون، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية. ثانياً، الدراسات العليا، الحاصل على المستوى الأول في برامج الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم التطبيقية، دعاء بنت أحمد بن عبد الله النجار، ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس العامة. كلية الآداب والعلوم التطبيقية، درجة الماجستير، ماجستير العلوم في تقنية المعلومات، سعيد بن محمد بن سيل العمري امتياز. مرشد بن بداوي بن مليح بيت سنقو. ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس العامة، عبد الناصر بن مسعود بن سيل المعشني امتياز.
ماجستير التربية في الإرشاد النفسي خالد بن أحمد بن علي تبوك. ماجستير في العمل الاجتماعي يوسف بن مبارك بن سعيد كيرداس الشحري امتياز. مسلم بن علي بن بخيت المشيخي امتياز. سعيد بن بخيت بن مستهيل غفر من الشحري. حسين بن محمد بن علي سعيد الشقيبي. ماجستير الآداب في الدراسات اللغوية اللغة العربية عمر بن سعيد بن فرق أغريب الشحري. كلية الآداب والعلوم التطبيقية درجة الماجستير ماجستير التربية في مناهج وطرق التدريس اللغة الإنجليزية شهلة بن تحفيظ بن عمر باع عبود امتياز. شهد بنت حفيظ بن عمر باع عبود امتياز. سامحة بنت سالم بن سعيد سمحاني المسهلي امتياز. ليلى بنت سالم بن محمد باع علوي امتياز. فاطمة بنت مسلم بن نصيب المعشنية امتياز. نور بنت عوض بن محمود بيت علي سليمان امتياز. العنود بنت عبد الله بن بشير بيت عبيدون امتياز. عبير بن جمعة بن راشد المشايخية. ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس العامة دعاء بنت أحمد بن عبد الله النجار امتياز. طفول بنت حسن بن محاد كشوب امتياز. نهى بنت سالم بن عوض النجار امتياز. نورة بنت حمد بن عوض السرقي المرهون امتياز. ماجستير التربية في الإرشاد النفسي نور بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم. ماجستير في العمل الاجتماعي أمل بنت عبد الله بن سالم بن مسلم ثبريت الحريزي امتياز. مهاني بنت سالم بن طاهر آل إبراهيم. دبلوم التأهيل التربوي في تخصص تقنية المعلومات سالم بن بخيت بن محادي العوائد امتياز. أحمد بن محمد بن سيل بالحاف. عبد الحكيم بن سامي بن سعد غفر من الشحري. أسامة بن أبو بكر بن محمد الحسان.
شريف بن عبد اللطيف بن خميس بن سعيد القبلي. محمد بن أحمد بن محمد برهان باعمر. سعيد بن علي بن محمد بن قشعيل الشحري. دبلومي التأهيل التربوي في تخصص الرياضيات أحمد بن السيل بن أسلم بن سالم المشيخي امتياز. دبلومي التأهيل التربوي في تخصص اللغة العربية عبد العزيز بن حاتم بن غانم فاضل. إبراهيم بن بخيت بن سعيد عويلاب الشحري. دبلومي التأهيل التربوي في تخصص اللغة الإنجليزية منذر بن خالد بن حسن العامري. دبلومي التأهيل التربوي في تخصص العلوم طفول بن سيل بن علي المهرية امتياز. عليا بنت عبد العالم بن فرق بيت مستهيل امتياز. خلود بنت سعيد بن محمد البلوشية امتياز. خديجة بنت محمد بن سالم الدغيشية امتياز. سامية بنت حمد بن علي العلوية امتياز. طيبة بنت حمود بن مرهون بن محمد الرواحية امتياز. بثينة بنت حامد بن محمد باعمر امتياز. سليمة بنت جمعة بن علي بن علي المشيرفية امتياز. فاطمة بن طاهر بن علي بن أحمد الذهب امتياز. وزراء بنت سعود بن ماجد بن راشد البروانية امتياز. أميرة بنت سعيد بن سيف الربيعية امتياز. بدور بنت مصبح بن علي بن سيف المشيفرية امتياز. بدور بنت سيف بن سعيد الصالحية امتياز. سامية بنت خميس بن سالمين بن صالح القديدية امتياز. عهود بنت راشد بن نصيب بن ناصر القهورية امتياز. فاطمة بنت محسن بن ناقي اليافعية امتياز. مزنة بنت مبارك بن سعيد الفارسية امتياز. ماجدة بنت حمد بن حمود بن وني العميرية. رقية بنت ياسر بن يوسف بن سالف الهنائية. رقية بنت ياسر بن يوسف بن سالم الهنائية. دلال بنت عامر بن ناصر بن حمد الفلاحية.
سهام بنت حمد بن حسن بن سعيد الراشدية. وفاء بنت حمدان بن حميد القابرية. أنسام بنت محمود بن محمد الهنائية. مهجة بنت سعيد بن ناصر المسكرية. بشاير بنت سيف بن محمد الرواحية. مريم بنت محمد بن سبيح بن حمد الشعيبية. أروى بنت أحمد بن حمد الحراسية. وفاء بنت ساعد بن زائد بن جمعان الحراسية. رفيدة بنت عبد الله بن يحيى الحسينية. بشاير بنت هلال بن راشد الرواحية. موزة بنت سعيد بن حمد الدويكية. علياء بنت سيف بن سالم بن حميد المزينية. سامية بنت سيف بن محمد الحضرمية. أسماء بنت سالم بن علي النسرية. سعاد بنت عبد الله بن محمد البطرانية. أحلام بنت ناصر بن سالم البسامية. بشرى بنت راشد بن ناصر بن حمد المقبالية. نوف بنت عبد الله بن حميد المقبالية. خديجة بنت ناصر بن فريش المحرزية. سلمى بنت سعيد بن راشد بن سعيد الذهلية. آمنة بنت عثمان بن سليمان بن طالب العزرية. صفاء بنت عبد الله بن سليم بن مبارك الهاشمية. صالحة بنت خلف بن راشد الريامية. ميثاء بنت أحمد بن علي بن صالح الشريانية. عبير بنت عبد الله بن راشد بن عبد الله الحجرية. بسمة بنت حسن بن سلمان بن سالم الهنائية. مزنة بنت عبد الله بن جمعة بن مبارك الساعدية. عبير بنت مبارك بن محمد العامرية. أزهار بنت عامر بن شطيط خنيفر السليمية. إكرام بنت خميس بن خليفة بن خميس الحقية. زينب بنت محمد بن مراد الرئيسي. فاطمة بنت ناصر بن خميس بن ناصر القنيبية. قوت بنت مبارك بن سعيد بن محمد الحمدانية. علياء بنت ساتر بن سعد بيت محود. سارة بنت عبد الله بن محمد بن أحمد البلوشية. هدى بنت يعقوب بن علي بن سيف الحسينية.
خولة بنت سعيد بن سيف الريسية، شعثاء بنت راشد بن سويلم بن ربيع السعدية، بشرى بنت حمد بن راشد بن سعيد الوائلية، فاطمة بنت سعيد بن سالم بن محمد العبرية، صفاء بنت حمد بن سالم بن مسعود المسلمية، عزاء بنت أحمد بن سيف بن أحمد الراشدية، سارة بنت سعيد بن عبد الله البلوشية، راشدة بنت دلجان مراد بخش البلوشية، سليمة بنت سيف بن سالم المسكرية، عائشة بنت ناصر بن حمود بن حمد الناصرية، هدى بنت سالم بن محمد بن سالم الحارثية، أنوار بنت سيف بن حمد بن عبد الله الحراسية، مريم بنت أحمد بن علي بن عبد الله الكندية، سارة بنت الصغير بن سالم بن علي الوهيبية، حسناء بنت خاتم بن حمدان بن حمد الحجرية، نوادر بنت ناصر بن علي الشبيبية، رزان بنت خالد بن قمعة بن ناصر الحمدانية، شفاء بنت محمد بن سيف المعمرية، دبلوم التأهيل التربوي في تخصص اللغة العربية، عليا بنت سهيل بن سعيد المزهلي امتياز، نور بنت سعيد بن أجهام المعشني امتياز، رملاء بن درويش بن علي المقبالية امتياز، عائشة بنت سعيد بن حميد بن علي المقبالية، مريم بنت راشد بن علي بن حمود الخاطري، أماني بنت بخيت بن سعيد الشحرية، عليا بنت سعيد بن بخيت قهور المهري، ثريا بنت أحمد بن عقيل باعلوي، شيخة بنت محمد بن حمدان المعمرية، عروبة بنت مختار بن أحمد الزنقي بام خالف، شيخة بنت محمد بن حمدان المعمرية، عروبة بنت مختار بن أحمد الزنقي بام خالف، هاجر بنت محمد بن سعيد محمود سليمان، عهود بنت سعيد بن قمعة الحمدانية، رحمة بنت مسلم بن بخيت العامرية، سلوى بنت أحمد بن محمد صمديد الكثيري،
شريفة بنت أحمد بن محمد البلوشية. إيمان بنت سالم بن مسلم عاطف اليافعي. ملوك بنت عبد الله بن عبيد القنيبية. فاطمة بنت مسلم بن مسعود بيت سعيد. عائشة بنت حسين بن سالم المشهور باعمر. فاطمة بنت سالم بن علي غواص. شيخة بنت جميل بن حميد بن خاطر المخانية. دبلوم التأهيل التربوي في تخصص اللغة العربية. منى بنت علي بن سالم العوائد امتياز. دبلوم التأهيل التربوي في تخصص اللغة الإنجليزية. ملاك بنت محمد بن سعيد بيت عبيد امتياز. شريفة بنت مسلم بن أحمد بن سالم العوائد امتياز. روبا بنت سالم بن عبد العزيز الرواس امتياز. مروة بنت حامد بن محمد الكثيرية امتياز. بشرة بنت أحمد بن محمد بن عمر أغريب الشحري امتياز. نور بنت أحمد بن حسن كشوب امتياز. نور بنت بخيت بن مسعود كشوب امتياز. مريم بنت سالم بن عمر آل إبراهيم امتياز. قهات بنت سعيد بن علي حبنون بيت سعيد. زينب بنت يوسف بن أحمد البلوشية. زينب بنت يوسف بن أحمد البلوشية. منال بنت عبد الله بن كريم البلوشية. وعد بنت علي بن محمد البلوشية. ندى بنت علي بن محمد بن سليم المحذورية. كلية الآداب والعلوم التطبيقية درجة البكالوريوس، بكالوريوس في علوم الكمبيوتر. أحمد بن سعيد بن أحمد قطن. أمين بن شعبان بن رمضان بن أحمد بيت بركة. محمد بن سالم بن مسعود تبوك. خالد بن عوض بن أحمد الغريبي. محمد بن حامد بن سالم المشيخي. بكالوريوس الآداب في التربية اللغة الإنجليزية. مخلد بن سالم بن سبيح القنوبي. عبد العزيز بن راشد بن خلف المعمري. صلاح بن حمد بن جمعة بن عبيد البوسعيدي. هزاع بن محمد بن سالم السعيدي. سعيد بن محمد بن سعيد المديلوي.
عبد الله بن مسلم بن هلال بن صالح المقحوصي، محمد بن علي بن صالح الشكيلي، علي بن مسلم بن زيدان قعبوب، سلطان بن سعيد بن عبد الله بن ساعد السعدي، مالك بن ناصر بن سعيد السعدي، مهند بن مسلم بن قمع الغيلاني، بكالوريوس الآداب في اللغة العربية، مسعود بن علي بن عامر بن سيل المعشني، عيسى بن السيل بن حسن كشوب، علي بن سعيد بن محمد عبد الله الكثيري، بكالوريوس آداب في اللغة الإنجليزية، محمد بن مسلم بن محمد شماس، غازي بن مستهيل بن سعيد أحمد الشحري، عبد الله بن رقب بن بشير الحبشي، محمد بن علي بن قمع الساعدي، بكالوريوس آداب في الترجمة، محمد بن عبد الله بن صباح با عقبة، بكالوريوس الآداب في العمل الاجتماعي، محمد بن سالم بن عبود بن سعيد العريبي، بكالوريوس الآداب في العمل الاجتماعي باللغة العربية، علي بن محمد بن علي الحضري امتياز، سالم بن أحمد بن مسلم المعشني، عامر بن علي بن محمد قعبوب، صهيب بن علي بن محمد باعمر، أحمد بن سالم بن محمد فاضل، ناصر بن بدر بن ناصر اليافعي، مسلم بن علي بن مسلم العمري، مسلم بن سالم بن حمد قعبوب، سيل بن محمد بن مسلم قداد، مالك بن خالد بن محمد سمحان الكثيري، أسامة بن سالم بن بشير قمعان الشقيبي، عبد الله بن سعيد بن سالم المعشني، عبد الله بن عادل بن أحمد الشنفري، مسلم بن محمد بن مسلم سمحان الكثيري، وليد بن بخيت بن سعيد عويلة بالشحري، محمد بن بخيت بن سيل المشيخي، سالم بن عادل بن سالم بن سعيد الشنفري، أحمد بن عوض بن أحمد الشحري،
ماجد بن علي بن سعيد سمحاني المسهلي. أحمد بن سامي بن أحمد الشنفري. سهيل بن علي بن محمد بن مسن الكثيري. أحمد حمد بن السنح بن سعيد ربعات الكثيري. الأمير بن سعيد بن عيضة بن سالم غواص. حمزة بن حفيظ بن طاهر الهادي باعمر. عمر بن عوض بن سعيد الرواس. عمار بن عبد الله بن محمد الشنفري. درجة البكالوريوس: بكالوريوس علوم في علوم الكمبيوتر، جهاد بنت مسلم بن عبد الله الهنائية. بلقيس بنت محمد بن عبد الله عامر قيد المهري. هديل بنت سالم بن مسعود بيت سعيد. بكالوريوس العلوم في الرياضيات: قدسية أرباب محمد نواز سندو امتياز. بكالوريوس الآداب في التربية في اللغة الإنجليزية: ولاء بنت عوض بن محمد أحمد الشيخية. أصالة بنت علي بن محاد كشوب. فاطمة بنت أحمد بن عبد الله باعمر. بكالوريوس الآداب في التربية في الرياضيات: إيمان بنت مسلم بن سالم العمرية امتياز. إيمان بنت سعيد بن عوض الزوامرية امتياز. ملكة بنت سالم بن سلم المعشنية امتياز. فاطمة بنت محمد بن سلم العمرية امتياز. فاطمة بنت بخيت بن سالم المعشنية امتياز. أمل بنت حامد بن عيسى المعشنية امتياز. عبير بنت علي بن راشد المالكية امتياز. وفاء بنت سالم بن سعيد بيت علي سليمان امتياز. ريان بنت سالم بن مسلم سقليل الشنفري امتياز. سماهر بنت لاحق بن سعيد بن عنبر السعدية امتياز. شهد بنت عمر بن محاد الشنفرية امتياز. فايزة بنت مسلم بن علي حات الشحري امتياز. يسرى بنت سيف بن خميس القابرية امتياز.
الزهراء بنت سعيد بن عامر بن حمود الحاتمية امتياز، مرام بنت أحمد بن مبارك البادرية، هند بنت سالم بن خميس الحسنية، شمسة بنت حمد بن سيف بن خلفان الرشيدية، شذا بنت حمد بن جمع الحربية، القوري بنت ناصر بن عبد الله بن خميس المسكرية، شهد بنت علي بن سالم السعدية، سلسبيل بنت حمود بن حمد الراشدية، بكالوريوس الآداب في اللغة العربية أميمة بنت عبد الله بن خميس السنيدية امتياز، سهام بنت علي بن أحمد صفرار امتياز، بثينة بنت سعيد بن محمد الحمومية، تقى بنت سعيد بن أحمد الحضرية، وضحى بنت علي بن سعيد بن سالم الهاشمية، صفية بنت ناصر بن سعيد عموش ثوعار، سارة بنت سالم بن محمد السعدية، دنيا بنت هيل بن سعيد بن علي الحمر، ضياء بنت بدر بن سعيد الخضورية، نورة بنت سعيد بن علي بن هديب المسعودية، فاطمة بنت نائف بن سالم بن سعد السرق المرهون، زمزم بنت مدرم بن مسلم اختيني الرواس، نور بنت محمد بن علي غواص، أميرة بنت عبد الله بن حفيظ بعبود، الحكيمة بنت يوسف بن محمد الشحرية، صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر محافظ ظفار راعي الحفل. أيها الحفل الكريم، والآن نبقى مع استراحة قصيرة حتى يتجدد لقاؤنا بكم في غضون لحظات. دقت الساعة بتوقيت الوطن، ورق طيور الفرح هز الغصن، غني هذه الدار من نوم منها، انت وهو هذا وعد، وانتو بعد اصدح بصوت كما برقو رعا، تفدى مجد عمان روحي. بناء الحضارات ونهضتها ارتبط منذ الأزل بعلو شأن العلم وسمو مكانته بين سائر الأمم، إذ لا تقدم فكري لامع ولا عقل بشري صانع ما لم يعطى للعلم مكانته. وهنا من جنوب سلطنة عمان في محافظة ظفار، أحد الصروح العلمية الجامعية البارزة في مدينة صلالة، جامعة ظفار. تضم الجامعة مبان عديدة تتماشى مع قوانين الصحة والسلامة العمانية، وتتمازج في تصميمها العمارة العمانية الحديثة والتقليدية،
وهي مبنى رئيسي للإدارة ومبنى للقاعات الدراسية ومبان خدمية أخرى. هنا حيث يجتمع الخيال بالمنطق والتخطيط بالإبداع، من بوابة الهندسة التي تنقل المجتمعات لمستوى جديد من البناء والإلهام. كلية الهندسة بأقسامها الخمسة: الهندسة المعمارية، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية والبيئية، الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، والهندسة الميكانيكية والميكاترونيكس. تقدم 5 برامج في الدبلوم و7 في البكالوريوس. وتسعى الكلية جاهدة في إقامة تفاعلات واسعة مع مختلف مؤسسات المجتمع. ولما كان للهندسة دور بارز في ابتكارات العالم الحديث، تم تخصيص مبنى للورش الهندسية يحوي ورشا عملية متنوعة، لكل منها آلاته المتخصصة وتقنياته المختلفة. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، في القول والفعل والآداب فالتزم. كلية الآداب والعلوم التطبيقية في 6 أقسام تعنى باللغة العربية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، التربية، علوم الحاسوب، العلوم الاجتماعية، وقسم الرياضيات والعلوم. تقدم برامج الدبلوم والبكالوريوس بالإضافة إلى درجة الماجستير. هنا حيث تسعى الكلية للمشاركة بأنشطة مختلفة وتقديم أبحاث ابتكار متطورة تساهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. في الجانب الآخر، تقدم كلية التجارة والعلوم الإدارية برامج الدبلوم والبكالوريوس ودرجة الماجستير، وتسعى لتثبيت قيم جوهرية مثل التحسين المستمر والتعلم مدى الحياة، إذ تشجع دائماً على دعم التعلم في بيئة مفتوحة تنتج من ورائها قادة قادرين على المساهمة في المجتمع العماني خاصة والعربي عامة. حقوق الإنسان تكتسب وهي غير قابلة للتجزئة، أي أن كل إنسان له الحق الكامل في أن يحيا حياة عادلة. وهنا في كلية الحقوق التي تتفرع لقسم القانون العام والقانون الخاص وتقدم 2 بكالوريوس والماجستير، تعمل مخرجات الكلية على تكييف الواقع والتصرفات القانونية وتطوير القواعد القانونية للتوافق مع التطورات الحديثة. يحق للطالب في الجامعة أن يستعين بمرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس لإعانته على تنفيذ خطته الدراسية ودعمه وإرشاده منذ يوم قبوله الأول وحتى تخرجه. ولا تكتفي الجامعة بتدريس التخصصات الأكاديمية المتنوعة عبر الكليات التخصصية، بل تقدم خدمات مميزة لطلابها، إذ يشمل الحرم الجامعي مبنى النشاط الطلابي الذي يخدم الجانب الثقافي الإبداعي والاجتماعي من خلال الجماعات والأندية الرياضية والفنية وغيرها. وتتوفر عيادة في ذات المبنى لتقديم أهم خدمات الرعاية الصحية وخدمات استهلاكية أخرى، كوجود مطعم ومقهى وجمعية استهلاكية. كما تحظى طالبات الجامعة بسكن مجاني تتوفر فيه الخدمات اللازمة لدعم الجانب الأكاديمي، وتقدم الجامعة أيضاً وسائل نقل للطلاب. تتمثل أحد أهم أهداف المكتبات في تلبية حاجات المستفيدين منها باختلاف توجهاتهم، سواء كانوا طلبة أو أكاديميين. لذا توفر مكتبة جامعة ظفار كتباً في مجالات مختلفة تخدم حاجة المستفيدين منها، مع وجود مكتبة إلكترونية وتوفير نظام بحث إلكتروني للكتب المطبوعة التي تحتويها المكتبة ليسهل على مرتاديها الحصول على أفضل الخدمات. الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي،
لذا تقدم خبراتها ومواردها بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام في سبيل تلبية احتياجات المجتمع وإطلاق مبادرات وندوات وبرامج تدريبية عديدة. وتفخر الجامعة بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وذلك في عام 2018. وتؤمن جامعة ظفار بهمة الشباب للوصول لطموحها العالي لاعتلاء موقع متميز بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جامعة ظفار. أيها الحفل البهيج، نعود الآن بعد استراحة قصيرة لاستكمال ما بقي من تسليم شهادات الخريجين والخريجات لهذه الدفعة. كلية الآداب والعلوم التطبيقية، درجة البكالوريوس، بكالوريوس آداب في اللغة الإنجليزية، نادية بنت علي بن سعيد العامرية، امتياز. منى بنت علي بن محمد صفرار، امتياز. أروى بنت أحمد بن هادي بن سالم قيدون العامري، امتياز. جواهر بنت عامر بن سالم المعشنية، امتياز. جوهرة بنت سالم بن مسلم المعشنية، امتياز. ليلى بنت نايف بن عبد الله رواس، امتياز. ثمنة بنت بخيت بن سعيد بن سالم كشوب، امتياز. فاطمة بنت محمد بن أحمد بيت حفظة، امتياز. ميعاد بنت عبد الله بن جمعة الكحالية، امتياز. وقدان بنت عزيز بن عوض الشحرية، امتياز. أم السعد بنت سالم بن أحمد السيل الغساني، امتياز. وفاء بنت أحمد بن منصور قابوب، امتياز. منال بنت أحمد بن عيسى قشعول قطن، امتياز. مها بنت عامر بن سهيل العمرية، امتياز. روعة بنت سهيل بن حسن كشوب، رايا بنت أحمد بن عوض بن أقهام صفرار، شهد بنت عماد بن أحمد باص صديق، ريم بنت خليفة بن سعيد بن راشد الخوالدية، فاطمة بن سعيد بن مسعود بن سالم العمرية، هميمة بنت خلفان بن سيف الحاتمية،
شيخة بنت حمود بن راشد بن عامر المرهوبية، مزون بنت مسلم بن زيدان قعبوب، شيخة بنت سهيل بن سعيد تبوك، أزهار بنت علي بن خميس الهاشمية، نورهان بنت حامد بن مطر سقليل الشنفري، يمنى بنت خالد بن سالم قعبوب، تقوى بنت سليمان بن سعيد البهلانية، بيان بنت عبد العزيز بن عوض المرهون، ريان بنت سعيد بن أحمد اليافعية، فاطمة بنت سالم بن محفوظ باكثير الكندي، نور بنت محمد بن علوي باعلوي، لما بنت خالد بن أحمد فاضل، الزهراء بنت محمد بن عبد الله المحروقية، جيهان بنت جمعة بن علي العامرية، فاطمة بنت علي حسين المشهور با عمر، دنيا بنت شاكر بن فرحان بيت فرحان، ذكرى بنت محمد بن مبارك القرادية، سارة بنت غابش بن سالم الراسبية، آية بنت نبيل بن عبد الله القبرية، منى بنت عبد الله بن سعد رافيت، شوق بنت سالم بن علي الغيلانية، ندى بنت جمال بن محمد بن سالم الشنفرية، مريم بنت سالم بن سعيد عموش المهري، سمية بنت صالح بن سالم بن محمد السالمية، ريما بنت عبد الله بن مسعود بن مصبح الربيعية، جواهر بنت سالم بن محمد المعشنية، بتول بن ثابت بن محمد الكاسبية، ردينا بنت مسلم بن سعيد عاطف اليافعي، ليالي بنت محمد بن مسلم غواص الكثيري، واسماء بنت فيصل بن سالم برهام، سارة بنت سعيد بن خميس الصالحية، أمل بنت مرهون بن سليمان الشبيبية، نور بنت سهيل بن أحمد قهور المهري، أبرار بنت سالم بن محمد المعلم، نور بنت سالم بن أحمد غواص، سماح بنت سعيد بن علي الشرقية،
رزان بنت علي بن عبد الله الحمادية. نور بنت سعيد بن سهل أبود قعبوب. روان بنت سعيد بن ناصر بن علي الخاطرية. شهد بنت عبد الله بن سيف السريحية. مي بنت محمد بن أحمد بن سعيد البطحرية. بكالوريوس آداب في الترجمة فاطمة بنت سالم بن بخيت الشحرية، امتياز. بسمة بنت خالد بن عبد الله النجار، امتياز. آمنة بنت علي بن سعيد باعقبة، امتياز. سارة بنت سالم بن محمد المعشنية، امتياز. سلمى بنت أحمد بن رامس قعبوب. سارة بنت سعيد بن مرهون الرواحية. ندى بنت عبد القادر بن سالم المسلمية. سارة بنت عبد الله بن أحمد الشحرية. شريفة بنت نصيب بن أسلم صفرار. نقود بنت محمد بن سهيل قداد. آية بنت محمود بن صالح بيت علي سليمان. ميزون بنت أسلم بن محمد بن أسلم تميم العمرية. آلاء بنت علي بن بخيت النهاري اليافعي. آلاء بنت علي بن بخيت النهاري اليافعي. مرام بنت صالح بن خميس القلبوبية. نورا بنت علي بن قمعان كداش الشحري. حكيمة بنت سهيل بن سعيد المهرية. عزيزة بنت ناصر بن أحمد بن سعيد الرواحية. مزون بنت عيد بن حارب المشيفرية. ليلى بنت محمد بن دبلان المعشنية. مريم بنت حمود بن شنان العبيدانية. منى بنت محمد بن سهيل المعشنية. منال بنت مانع بن مسعود الكثيرية. ملوك بنت عبد الحكيم بن أحمد محمد النهدية. سحر بنت سالم بن سعيد بن محمد الكندية. زوينة بنت سيف بن عبد الله المعمرية. شروق بنت سالم بن حميد البادية. فاطمة بنت حامد بن مسلم هبيس. فاطمة بنت عبد الله بن علي برهان با عمر. عبير بنت ياسر بن رقب النوبية. بكالوريوس الآداب في العمل الاجتماعي ندى بنت بخيت بن سهيل مسن.
أحلام بنت بخيت بن مسلم عموش. الحياة بنت سالم بن عامر قداد. ميزون بنت سالم بن محاد قعبوب. خيار بنت حسن بن سعيد قعبوب. ريم بنت ياسر بن سعيد سيداف العمري. شيخة بنت محمد بن بخيت النقش المهري. عائشة بنت سعيد بن صالح بن بخيت الحرسوسية. وضحى بنت بخيت بن سالم قهور المهري. نهية بنت سعيد بن عوض المسهرية. فاطمة بنت سعيد بن مسلم النوبي الكثيري. عائشة بنت سعيد بن سهيل قداد. بكالوريوس الآدابي في العمل الاجتماعي باللغة العربية. رهف بنت موسى بن أحمد علي سليمان امتياز. إيمان بنت محمد بن مبارك كوفان امتياز. سلطانة بنت سالم بن محاد قطن امتياز. نهال بنت محمد بن عبد الله المسكرية. مياه بنت عوض بن محاد غواص. خديجة بنت علي بن أحمد بن سرحان القنيبية. ملاك بن طلال بن ناصر اليافعي. ريم بنت سهيل بن بخيت قهور. أمل بنت عبد الله بن أحمد المرهون. فاطمة بنت مسلم بن سالم عبيدان العمري. أريج بنت فخري بن أحمد المرهون. درجة الدبلوم دبلوم في علوم الكمبيوتر ذكور سهيل بن سعيد بن سهيل العمري. ياسر بن بخيت بن عوض البرعمي. أحمد بن مسلم بن علي مستهل الكثيري. أحمد بن مسلم بن علي مستهل الكثيري. نشمي بن صالح بن خير الله بيت عرضين. درجة الدبلوم في العمل الاجتماعي باللغة العربية أصيل بن عمر بن عبد الله النهدي. مازن بن سالم بن محمد خوار. عبد الله بن عمر بن عبد الله المردوف. تمان بن عامر بن بخيت المعشني. علي بن سالم بن علي بيت سعيد. سهيل بن حامد بن سهيل المرهون. سالم بن رامس بن عيسى الحضري. حامد بن أحمد بن بارك غفرم الشحري.
أصيل بن علي بن أحمد قيدون العامري، سالم بن عامر بن أحمد الرواس، المعتصم بن سالم بن بخيت العمري، ماجد بن ناصر بن فائل باحقاق، عامر بن أحمد بن علي قعبوب، علوي بن صالح بن حسن العلوي اليافعي، رواس بن عبد الله بن أحمد العبادي الرواس، عبد الله بن سعيد بن عبد الله الشيدادي، عبد الله بن سعيد بن عبد الله الشيداد، حامد بن رمضان بن قمعان بيت صبيح، دبلوم في اللغة العربية إناث، فايزة بنت عبد الله بن علي شريف باعلوي، منى بنت عبد العزيز بن محمد عكعك، ملاك بنت سالم بن سعيد المرهون، دبلوم في العمل الاجتماعي باللغة العربية هديل بنت خالد بن خميس حميدون امتياز، اليمامة بنت عامر بن أحمد بيت سعيد، سبأ بنت فيصل بن عبد الرحمن الفقيه الحميري، الخيار بنت سالم بن سعيد العمرية، جواهر بنت عوض بن سليمان بيت سعيد، جواهر بنت عوض بن سالمين بيت الغزال، جواهر بنت عوض بن سالمين بيت الغزال، فاطمة بنت سالم بن عوض بنت سعيد البرعمية، غادة بنت مبارك بن أحمد كوفان، طفول بنت سالم بن مبروك المسهلية، الشموخ بنت سامي بن سعيد رواس، لميس بنت محمد بن سعيد المرهون، إيناس بنت عبد القادر بن عوض البوصية، كلية الهندسة درجة البكالوريوس، بكالوريوس في الهندسة المعمارية، أحمد محمد أديب دركزنلي، أحمد بدر الدين حمدي، غسان بن علي الدعاس، عبد الرحمن بن أحمد بن سالم عيديد، حاتم بن سالم بن طهموم البدر، بكالوريوس علوم في هندسة الكمبيوتر والاتصالات، عزام بن السهيل بن محمد بن سهيل الماشني امتياز، محمد بن عامر بن محمد الكثيري امتياز، أحمد رضا،
خالد بن سالم بن حسن الماشني. فارس بن خالد بن حسن العامري. أحمد بن مسلم بن أحمد كشوب. سند بن عبد الله منصور علي. غازي بن علي بن سعيد العوائد. حامد بن عبد الله بن رقب عبيد. سعيد بن أحمد بن سعيد شروب المعلم. منذر بن محمد بن علي غواص. يوسف بن أحمد بن إبراهيم محمد عثمان. رامي بن صالح بن ناقي العظم. بكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية. علي بن بخيت بن علي قيطون امتياز. عامر بن سعيد بن عوض الشنفري امتياز. محمد بن حسن بن بخيت كشوب امتياز. عبد القادر حسين عبد القادر الحبشي. عبد العزيز بن فائل بن سالم بن سعيد كشوب. عبد الله بن مسلم بن محمد تبوك. سعيد بن محمد بن سعيد العامري. حسن بن مسلم بن محمد تبوك. مالك بن سعيد بن أحمد المسلي بن كثير. محمد خضر محمد أبو حسن. حسن بن سعيد بن سالم المشيخي. أنور بن مرهون بن أحمد بن سالم المرهون. طارق بن عقيل بن محمد بن علوي الكاف. سالم بن عبد الله بن سالم الشنفري. ظاهر بن راشد بن سعيد بن عبد الله الوحشي. نواف بن مسلم بن سعيد بن مسلم فاضل. سالم بن عامر بن سالم الشعشعي. سالم بن فائز بن سالم بن السيل فاضل. أحمد بن سالم بن عامر العمري. عبد الله بن محمد بن عوبد العمري. علي بن أحمد بن مسلم قعبوب. غانم بن محمد بن مبارك كوفان. هيثم بن سالم بن مسلم الحضري. حسين بن علي بن عزيز بيت سليم.
يوسف بن مسلم بن أحمد بن سالم العوايد. سالم بن علي بن محسن سمحان. سعيد بن السيل بن سعيد أحمد عكعاك. بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية. بخيت بن أحمد بن مسعود بن محاتبوك امتياز. مسلم بن عامر بن سالم تبوك امتياز. حامد بن علي بن سلمان تبوك. حامد بن سعيد بن سالم المشيخي. محمد بن سالم بن عامر بن سالم العوايد. بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية. علي بن عيسى بن سعيد بن حسن العامري امتياز. سالم بن سعيد بن علي بيت خميس العامري. محمد بن عبد السلام بن عبد الله الرواس. منذر بن مرير بن هلال النوبي. هيثم بن خالد بن عوض بن قمعان باطرفة. محمد بن علي بن أحمد الحداد. ماجد بن خالد بن رمضان بيت البراكة. سالم بن بخيت بن محمد بيت علي سليمان. خالد بن مسلم بن أحمد العوايد. أحمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد الحضري. خالد بن صالح بن حسن بن العلوي اليافعي. هزاع بن حمد بن راشد الربخي. محمد بن سالم بن سعيد شيروت الشحري. ماجد بن سالم بن أحمد هبيس. بخيت بن السيل بن سالم بن السيل بيت سعيد. محمد بن ناصر بن قميع الفارسي. محمد بن نوح بن بلال الهامر. أسامة بن فائل بن رياض بيت سرور. بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية. غازي بن حسن بن عوض الحاج امتياز. أحمد بن سعيد بن محمد العمري. حسن بن صالح بن حسن بن محسن اليافعي. أحمد بن سالم بن السيل بن سالم العامري. أحمد بن عمر بن سعيد بن عمر الهلالي. سالم بن محمد بن سالم آل إبراهيم. محمد بن محسن بن سعيد بن محسن المسهلي. أحمد بن عامر بن محمد المسهلي. أحمد توفيق عبد الرحمن محمد. أسامة بن واصل بن عوض القعيطي.
بكالوريوس في الهندسة المعمارية. سناء إبراهيم حمودة امتياز. بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية. نور بنت سالم بن محمد المعشنية امتياز. فاطمة بنت ثامر بن عمر آل إبراهيم امتياز. فاطمة بنت خالد بن محمد كوفان امتياز. منى بنت محمد بن عوض سقليل الشنفري. وعد بنت سعيد بن فائل كدينية. بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية. جنان بنت يونس بن سالم الصبحية امتياز. بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية. نبهة عبد الرزاق أحمد الفرداوي امتياز. أبرار بنت صالح بن مبارك المقيمية امتياز. درجة الدبلوم: دبلوم في الهندسة الميكانيكية. نايف بن سالم بن طويرش القنيبي. دبلوم في الهندسة الكيميائية: نادين بنت محمد بن سالم بيت فرق الله. عفراء بنت علي بن سليم القنيبية. دبلوم في الهندسة العمارة الداخلية: منى بنت أحمد بن سعيد بن مبارك أفصحيت الشحرية. كلية الآداب والعلوم التطبيقية. دبلوم في اللغة الإنجليزية: فايزة بنت عبد الله بن علي الشريف با علوي. منى بنت عبد العزيز بن محمد عكعاك. ملاك بنت سالم بن سعيد المرهون. أيها الحفل الكريم، تتشرف جامعة ظفار رئاسة وهيئة أكاديمية وإدارية وطلبة بتقديم عبارات الشكر والثناء لصاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر محافظ ظفار راعي الحفل لتفضله برعاية هذا الحفل، ويسعد الجامعة أن تتقدم إليه بهدية تذكارية يقدمها معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الموقر نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة. كما يتفضل الآن صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر محافظ ظفار بتقديم هدية تذكارية لجامعة ظفار، يتسلمها معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الموقر نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك بمناسبة زيارة سموه الكريمة للجامعة بتاريخ 27 من نوفمبر 2023 ميلادي،
والتي اطلع خلالها على الجامعة ومرافقها، وكذلك للتقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العلمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، متمنياً سموه للجامعة دوام التقدم والنجاح. صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر راعي الحفل، أيها الحضور الكرام، إنه ليسعدنا في هذا الحفل الميمون، حفل تخرج الدفعة 19 من حملة شهادات المرحلة الجامعية الأولى والدفعة 13 من حملة شهادات الدراسات العليا، أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للخريجين والخريجات الذين لم يحالفهم الحظ بحضور حفلنا الليلة، وأن نزف لهم أعذب التهاني وأسماها، وهم: كلية الآداب والعلوم التطبيقية درجة الماجستير، ماجستير العلوم في تقنية المعلومات صالح بن سعيد بن سالم علش الكثيري، درجة التأهيل التربوي، دبلوم التأهيل التربوي في تخصص تقنية المعلومات أمين بن سليم بن النوه الحريزي، محمد بن عبد الله بن سالم المشيخي، خالد بن عبد الله بن سالم المشيخي، أحمد بن خميس بن خليفة القهوري، دبلوم التأهيل التربوي في تخصص العلوم الأزهر بن محمد بن علي بن عبد الله الحراسي امتياز، محمد بن سيف بن محمد بن سالم الدفاعي، أحمد بن عبد الله بن بخيت العريمي، عبد الله بن حمد بن ناصر بن سالم المشرفي، علي بن خليفة بن جميل الهندازي، عبد الله بن عبيد بن سالم بن عبيد الحقري، دبلوم التأهيل التربوي في تخصص اللغة العربية عامر بن محمد بن سعيد بن سالم المشيخي امتياز، سعيد بن أحمد بن بخيت المعشني امتياز، محاد بن محمد بن محاد العمري، عثمان بن طارش بن محمود البطحري، ناصر بن علي بن محمد شنيت الشحري، محمد بن سعيد بن بخيت عموش المهري، دبلوم التأهيل التربوي في تخصص الدراسات الاجتماعية سالم بن عوض بن محمد المشيخي، درجة البكالوريوس، بكالوريوس في الآداب في التربية اللغة الإنجليزية رضا بن مصبح بن محمد بن صالح الحمادي، كلية الآداب والعلوم التطبيقية درجة الدبلوم، دبلوم في علوم الكمبيوتر يوسف بن عوض بن محمد الهادي باعمر، دبلوم في العمل الاجتماعي باللغة العربية سعيد بن سالم بن سعيد صيداف العمري، أحمد بن محمد بن سيل العمري، عبد الله بن علي بن عبد الله اليافعي، حامد بن رمضان بن قمعان بيت صبيح، عماد الزين بن أحمد بن محمد الخطيب، عامر بن سعيد بن سيل البرعمي، كلية الهندسة درجة البكالوريوس، بكالوريوس علوم في هندسة الكمبيوتر والاتصالات مسلم بن علي بن سالم بن محاد العمري، بكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عبد الله بن أحمد بن أسلم غفل الشحري، عبد السلام بن عيسى بن مسلم العوائد، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية مهدي بن علي بن سعيد طقون الشحري امتياز، محمد بن علي بن سعيد العوائد، عيسى بن السيل بن عيسى قعبوب، بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية قيس بن أحمد بن علوي العيدروس، شبيب بن ثامر بن أحمد بن سيل المرهون، إسماعيل بن أحمد بن محمد عبد الودود الكثيري، سعيد بن عبود بن سعيد الحرسوسي، أحمد بن السيل بن عيسى البرعمي، أحمد بن محمد بن محمد عشري، سالم بن علي بن تمام بن سعيد العمري، كلية الآداب والعلوم التطبيقية درجة الماجستير إناث، ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس العامة عزيزة بنت علي بن تمام تبوك امتياز، ماجستير التربية في الإرشاد النفسي ندى بنت عبد الله بن السيل فاضل، ماجستير في العمل الاجتماعي عائشة بنت سعيد بن أحمد المعشنية، ماجستير الآداب في الدراسات اللغوية اللغة العربية شيخة بنت محمد بن مسلم العمرية امتياز، درجة التأهيل التربوي، دبلوم التأهيل التربوي في تخصص الرياضيات عالية بنت بخيت بن سالم المعشنية امتياز، منى بنت أحمد بن عيسى قطن امتياز،
أصائل بنت خليفة بن حميد بن سعيد العدوية امتياز، نورة بنت السيل بن مسلم قداد الكثيري، نوال بنت سالم بن محمد الخالدية، ملاك بنت أحمد بن سعيد البهانتة. دبلومي التأهيل التربوي في تخصص العلوم ريم بنت سعيد بن سالم بن سعيد الحبسية امتياز، هاجر بنت عوض بن سعيد الصباحية امتياز، شروق بنت مظفر بن الحبشي بن مظفر الخضورية امتياز، منال بنت بخيت بن سعيد بن محمد العبرية امتياز، نور بنت أحمد بن سليمان با عمر امتياز، سمية بنت سالم بن محمد بن حمد المحروقية امتياز، هاجر بنت سالم بن سعيد بن عامر الجهورية امتياز، هاجر بنت خلفان بن محمد المعمري امتياز، طيبة بنت سلام بن عبد الله بن محمد المعولية، شروق بنت راشد بن خلفان المسرورية، الزهراء بنت عبد الله بن سعيد النعمانية، أنوار بنت عبد الله بن سالم بن سعيد المعمرية، إخلاص بنت سيف بن سالم بن حمد النبهانية، وفاء بنت ناصر بن منصور بن أحمد الحضرمية. دبلومي التأهيل التربوي في تخصص العلوم سهام بنت سعيد بن ناصر المسكرية، زينب بنت حميد بن حمد النصيرية، هنادي بنت سالم بن حبين الحبسية، بلقيس بنت سلطان بن علي راشد الجساسية، أماني بنت سعيد بن سالم بن مبارك الغربية، أحلام بنت ناصر بن عامر بن علي الفارسية، مناهل بنت خليفة بن حمود بن سعيد الذهلية، مريم بنت عبد الله بن سالم بن سعيد الفارسية، أسماء بنت أحمد بن بخيت المعشنية، آيات بن سليمان بن خلف الحوسنية، ابتسام بنت سعيد بن محمد الرحبية، سالمة بنت عبد الله بن حمد المطاعنية، نور بنت محمد بن حسن العوائد، أنوار بنت سعيد بن عبد الله بن ذياب العامرية، شمسة بنت ناصر بن محمد السعدية، عشيبة بنت راشد بن حمد الكاسبية، حشيمة بنت سعيد بن محمد المعشنية، فاطمة بنت خميس بن مبارك البلوشية، ماريا بنت سلطان بن راشد بن عدي المعمرية، عائشة بنت حمد بن هلال الرئيسية، فهود بن سليم بن العبد القرادية، ميساء بنت سليمان بن مبارك بن عبيد الربعانية، فاطمة بنت محمد بن سعيد بن محمد السعيدية، فاطمة بنت ربيع بن محمد بن سالم الحضرمية، ولاء بنت سبيت بن ياقوت الفارسية، فاطمة بنت محمد بن علي الهنائية، أسماء بنت سليم بن خلفان الحراسية، تركيا بنت سعيد بن سالم الرواحية، صفاء بنت حمد بن محمد العلوية، حنان بنت صالح بن عيسى بن علي الحضرمية، أنهار بنت حمد بن محمد الغيلانية، مروى بنت مسلم بن سعد الأغبرية، أسماء بنت سعيد بن عبيد البدواوية، شيخة بنت محمد بن شيخان بن سليم الصبحية، حسناء بنت محمد بن حمد القلندانية، فاطمة بنت محمود بن سعود الكندية، دعاء بنت عبد الله بن سفيان الراشدية، خديقة بنت علي بن خلفان الرواحية، هالة بنت جمعة بن هاشل الشكيلية، مزنة بنت ياسر بن جمعة بن برية بن بني عرابة، سارة بنت محمود بن سيف بن سليمان الجابرية، مريم بنت عبد الله بن علي خلفان الشبلية. درجة التأهيل التربوي دبلوم التأهيل التربوي في تخصص العلوم سليمة بنت سالم بن حمد الخريزية، فاطمة بنت هاشل بن عبد الله الطارشية، أسماء بنت سيف بن ناصر العفيفية. دبلوم التأهيل التربوي في تخصص اللغة العربية غاية بنت محمد بن بخيت العوائد امتياز، منى بنت بخيت بن سعيد عيرون الشحري امتياز، رفيعة بنت سعيد بن جاسم بن بلحوش القنيبية، هاجر بنت سالم بن عبد الله بن علي المعمرية، وجدان بنت بخيت بن محمد بن أحمد الشحري، ثريا بنت سالم بن مسعود الخنبشية، أنعام بن جمعة بن خميس الساعدية، أمجاد بنت محمد بن عبد الكريم البلوشية، ريم بنت محمد بن سيل المسهلية، يمنى بنت سعيد بن علي المشيخية، مودة بنت أحمد بن بخيت البرعمية، منال بنت ثابت بن خميس الساعدية، أسماء بنت بخيت بن محمد بن شنيات الشحري، أميرة بنت سالم بن علي المرهون، شذا بنت علي بن سليم الساعدية، كوثر بنت حاتم بن محمد الكثيرية. دبلوم التأهيل التربوي في تخصص اللغة الإنجليزية أبرار بنت محمد بن أحمد عيديد امتياز، عائشة بنت أحمد علوي الكاف امتياز، لبنى بنت أحمد بن حسن كشوب امتياز، فاطمة بنت محمد بن سعيد مسن امتياز، مروى بن جمعة بن عبد الله النوفلية، فاطمة بنت عبد الله بن بارك القطيطية، بشرى بنت عبد الله بن أحمد اليافعية، زينب بنت خالد بن عبد المجيد من دوست البلوشية،
فاطمة بنت سعيد من بخيت تبوك، بكالوريوس في علوم الكمبيوتر منى بنت محمد بن سعيد صفرار، نوال بنت عامر بن علي المعشنية، بكالوريوس الآداب في التربية اللغة الإنجليزية هدى بنت أحمد بن علي المعشنية امتياز، حنان بنت سيف بن سالم عمير الهنائية امتياز، خلود بنت علي بن راشد المالكية امتياز، إيمان بنت سعيد بن عبد الله بن علي السعيدية، جواهر بنت بخيت بن محمد المهرية، بكالوريوس الآداب في التربية الرياضيات نهى بنت عبد الحكيم بن علي البحر الرواس امتياز، لمياء بنت راشد بن حمد الشكيلية امتياز، سارة بنت بخيت بن حمد بن سالم المحيقرية امتياز، شيخة بنت حميد بن صالح السنيدية امتياز، منى بنت سالم بن محمد بن مسلم رقحيت امتياز، فاطمة بنت ماجد بن محمد بن ناصر الراسبية امتياز، أمل بنت محمد بن خليفة بن علي الحاتمية، علياء بنت سعيد بن عبد الله بن خلفان الهاشمية، شهد بنت محمد بن خميس الحربية، أماني بنت سالم بن عمير المعمرية، بكالوريوس الآداب في اللغة العربية روان بنت سالم بن عمر المرهون، فاطمة بنت سعيد بن عامر بن سعيد العمرية، علوية بنت سالم بن محمد بن سليمان مقيبل، دعاء بنت علوي بن أحمد الحداد، بكالوريوس آداب في اللغة الإنجليزية خديقة بنت سعيد بن سويعد راشد السيفية، منى بنت محمد بن تمان العمرية، شهد بنت سعيد بن عبود قداد، ريهام بنت سعيد بن محمد الساعدية، شهد بنت عامر بن محمد المسل الكثيري، ريان بنت علي بن سعيد مسن، سمية بنت علوي بن محمد الكاف، عنود بنت سلوم بن سلوم القنيبية، بكالوريوس آداب في الترجمة ياسمين سامر محمود عبد الكريم امتياز، دانيا مروان الجمال، تهامة بنت عادل بن أحمد المسهلية، خديجة بنت راجح بن سليمان عكعاك، أمل بنت ماجد بن خميس الهنائية، ردينا بنت مديم بن سالم بامكا، وافية بنت أحمد بن عبيدان الكثيرية، بكالوريوس الآداب في العمل الاجتماعي نصراء بنت سعيد بن علي بن سالم العمرية، ملكة بنت إسماعيل بن أحمد قداد الكثيري، شريفة بنت مسلم بن سعيد قداد. درجة الدبلوم دبلوم في علوم الكمبيوتر ميادة بنت بخيت بن سعيد غفر من الشحري. دبلوم في الرياضيات نورة بنت زايد بن محمد بن حميد المعمرية. دبلوم في اللغة الإنجليزية منيرة بنت سليم بن الماس الرشيدية، هبة بنت خالد بن سعد بن سالم الهزيلي، نسيبة بنت مرهوم بن ناصر بن حميد السيابية. دبلوم في العمل الاجتماعي باللغة العربية وجدان بنت حامد بن سعد بيت سعد امتياز، لمياء بنت سالم بن عقيل آل إبراهيم، حليمة بنت سالم بن فرق الغسانية، منى بنت علي بن سعد رعفيت. كلية الهندسة درجة البكالوريوس بكالوريوس في الهندسة المعمارية ملاك بنت رائد بن وصفي الحمران امتياز، سماح حسن أحمد باعوم بكالوريوس علوم في هندسة الكمبيوتر والاتصالات، دينا بنت حسين أحمد عيديد بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية، فاطمة بنت أحمد بن سيف حبيس امتياز، فاطمة بنت عامر بن السيل بن سعيد العمرية بكالوريوس في هندسة العمارة الداخلية، رولا إسماعيل بيضون. وشكرا. أيها الجمع الكريم، لقد حققت جامعة ظفار إنجازات كبيرة وبمدة قصيرة، واحتلت مراكز مرموقة علمياً وأكاديمياً، ولديها رؤية واضحة في سوق احتياجات سوق العمل العماني، وتضم الجامعة في أكنافها قيادات علمية وكوادر متميزة في كافة التخصصات، ولديها من الطموح والنجاح الحافز الأكبر للوصول لأرقى المراتب العلمية، والكثير من الإنجازات التي لا يسعنا ذكرها في هذا المقام، فهنيئاً لكم ولنا هذا التميز الكبير الذي تشهده الجامعة. ونود في ختام حفلنا هذا أن نشكر كل من ساهم في إنجاحه، راجين للجميع دوام الهناء والعطاء في ظل القيادة الحكيمة
لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، كما نتمنى مستقبلاً مشرقاً لكافة الخريجين والخريجات. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقت الساعة بتوقيت الوطن، ورق طيور الفرح هز الغصن، غني هذه الدار منا ومنها، انت وهو هذا وعد، وانتو بعد اصدح بصوت كما برق ورعا، تفدى مجد عمان روحي للابد، نبقى لن الدار منا ومنها، انت وهو هذه وانا من ابعها يسكب الهامي، واملي جرة احلامي مع هذا اظل ضامي، مشبع منها من ابعها يسكب الهامي، واملي جرة احلامي مع هذا اظل ضامي، مشبع جرة أحلامي مع هذا أظل ضامي، مشبع منها
دقت الساعة بتوقيت الوطن ورق طيور الفرح هز الغصن غني هذه الدار من نوم النهار انت وهو هذا وانا وانتو بعد أصدح بصوت كما برقو راعة تفدى مجد عمان روحي للأبد نبقى لن الدار من نوم النهار انت وهو هذه وانا من أبعها يسكب الهامي واملي جرة أحلامي مع هذا أظل ضامي بشبع منها من أبعها يسكب الهامي واملي جرة أحلامي مع هذا أظل ضامي بشبع مجد عمان روحي للأبد نبقى لن الدار من نوم النهار